بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مبروك أه عيدكم وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله أه نتمنى باش يكون عيدكم مبارك ان شاء الله والعقبه كما نقول العام الجاي ان شاء الله تكونوا خير من هذا العام ان أه شاء الله ان شاء الله أه تكون بدايه موفقه للفصل الثالث وتكون وتكون الفرحه عارمه مع انتهاء الفصل الثالث وتكونوا من الناجحين بالنسبه الى تلاميذ السنه الرابعه متوسط ان شاء الله ان شاء الله تكونوا من الناجحين في شهاده التعليم المتوسط تلاميذ شهاده البكالوريا تكونوا من الناجحين في شهاده البكالوريا ان شاء الله وبالنسبه للمستويات الاخرين نتمنى كل واحد عنده طموح يوصل له ان شاء الله ونتمنى كل واحد ولا وحده ينتقل من سنه الى سنه ان شاء الله وقعد التلاميذ اللي مخدموش الفصل الاول والفصل الثاني ان شاء الله هذا الفصل يخدموا مليح ويطلعوا للسنه المقبله ان شاء الله اعيد واكرر عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وعقب العام الجاي ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال دمتم في رعايه الله وحفظه وان شاء الله ان شاء الله تكونون من الناجحين ربي يوفقكم ان شاء الله في مساركم الدراسي وبعد ذلك في مساركم المهني وفي حياتكم اليوميه ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه تابعوا قناة الأستاذ أمين وصفحة الأستاذ أمين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مع السلامة